عفوا ريكي خطيرة جدا الفريق دفاع حجازي خطيرة جدا خطيرة جدا يا 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 محاولة هذا هو اللاعب الذي كثر الحديث عنه بعدما أبلى البلاء الحسن في معسكر تركيا. اللاعب أقولها مرة أخرى نتابع اللاعب الكونغولي كيف انسى اللاعب خطير جدا ريكي الفريق الجديد. هذا هو التدخل الأخير والكرة كانت ركنية. هذا اللاعب الكونغولي لاعب ممتاز جدا جيرالي عمر يتمكن من المرور خطيرة جدا اليوسفي ينقذ مرمى سوفا يتمكن الحصول على خطأ. هذه كانت محاولة خطيرة جدا سنعود للإعادة. جيرالي عمر اللاعب السابق لفريق الوداد الفاسي ناور بشكل جيد اخترق من خلال الدور المنوط اليه وحراسة مرمى فريق الدفاع الحزني. اجردو ينزل لاعب تونغرا خطير جدا تونغرا مع الهدود خطيرة جدا خطيرة والهدف الهدف الاول هجمة ممزقة وفريق الجيش الملكي يسجل الهدف الاول بواسطة اللاعب فكري محمد وسط فرحة أنصار فريق الجيش الملكي. كما قلت أعطى الإشارات منذ الأول أنه يبحث عن الضغط. فريق الدفاع الحسن الجيدي نجح في امتصاص الحماس لكن هجمة مضادة. نتابع الآن تونغرا والذي قاد هذه الهجمة أجردوم تدخل ولكن تونغرا اللاعب الماني الخطير في الزاوية البعيدة وفكري يهزم الحارس محمد اليوسفي من خلال هذه المحاولة الأخيرة هدف جميل. إذا الآن سينطلق الدفاع الحسني الجديد سينطلق ولديه كل المؤهلات الآن المباراة كلها بفريق الجيش الملكي في مربع العمليات باستثناء لاعب واحد. سنتابع ترفع كرة خطيرة جدا وبايو تدخل محاولة خطيرة جدا والهدف الهدف. قلت بأنه الفريق الجديد لن يبقى مكشوف الأيدي وبالتالي يعدل أعرف إمكانية الطرفين وبالتالي أقولها بأنه جماهير الطرفين يجب أن تخرج الصعيدة من هذا العام. الجيش الملكي أبدع من خلال الهدف وفريق الدفاع الحسن الجيدي أكد بأنه حاضر بقوة. وقلت بأن ضربة خطأ خطيرة جدا تدخل بايو ولكن شاهدوا ريكي الذي هيأ لبلال مجري الذي سدد بقوة وسط كوكب من اللاعبين. كما قلت نتابع تدخل بايو لقطة جميلة وهدف التعادل. قلت بأنه جماهير الطرفين عليها أن تفتخر بهذا الأداء المقدم من الطرفين. فريق الجيش الملكي يمكن أقول بأنه رفع الإيقاع رفع الرتم. كورة عالية خطيرة جدا وضربة مرمى. إذن بعد انقضاء النصف الساعة الأولى ودائما الحوار مستمر الجديد ولكن مرة أخرى تعود الآن خطيرة جدا واليوسفي يتدخل وينقد مرمى من أمام اللاعب الإيفواري جوزيف غويديغنادو كرة أمامية هاكرتوم شاهدوا الآن هذه خطيرة جدا هذه المحاولة خطيرة جدا ومحمد فكري ريتم عالي وإيقاع سريع لهذه المباراة. شاهدوا تونغرا في أقصى الجهة الأخرى الجهة اليمنى ومحمد فكري مسجل الأهداف. جاز اللاعب قردوم ولكن كان هناك استرجاع جيد آخر من لاعب فريق الجيش الملكي خطيرة جدا ومحمد اليوسفي صراحة شخصيا أنا راضي عن الأداء من الطرفين. إذا المباراة تستحق المشاهدة ونتابع عرض جيد خلال هذه المباراة. دائما مشاهدي الكرام ركن إيران
ركنية لصالح فريق الجيش الملكي، كورة عالية ومحمد اليوسفي، لكن بالفعل الحكم يعطي الأفضلية، وليس الحكم فقط لكن القانون. الرواق تونجرا يهيئ كرة تسديدة، تسديدة من عمر الجيراني وتذهب شيئا ما فوق المرمى، وبالتالي ضربت مرمى لصالح فريق مشاهد بالرجل اليسرى سددها جت عالية شيئا ما، الجميل من الطرفين، محاولة خطيرة في اتجاه مصوبة، مصوبة خطيرة جدا خطيرة جدا، والهدف. أوه مشاهدي الكرام، هذا ما قلته في حق الفريق الجديد، اللاعب الدولي التنزاني سيمون زوبا من كرة مرتدة يباغت لاعبي فريق الجيش الملكي ويسجل الهدف الثاني، فريق الدفاع الحسني الجديد. اوي 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 اوي، شاهدوا ريكي مرارا، بلال ميغري ثلاثي قوي ومؤثر، بلال ميغري كانت تمريره من بلال ميغري، ما كانش هناك تسلل وحوار، سايمون صوفا الذي لم يضيع هذه المحاوله ويسجل الهدف الثاني. اوي اوي اوي، بدايه حارقه الجيش الملكي الان، اكيد بانه اللاعبين سيضربون الاخماس بالازاز وسيبذلون مجهودات كبيره، وبالتالي سنتابع الان عمر الجيراني، ضربه خطا لن تكون سهله، مؤثره جدا، كره عاليه، اليوسفي تدخلوا، اوي 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 اوي، محاوله كانت للتعديل التي كان يسجل مع فريق الكوكب المراكشي، لكن يبدو بانه حتى الحائط شكل بشكل جيد من فريق الدفاع الحسني الجديد، هل سيتمكن؟ ومحاولة تسديد وتدخل جيد اليوسفي، وأيضا ستكون فيها أهداف، ركنية وتدخل اليوسفي في محاولتين، دائما محاولة الآن في وسط الميدان، استرجع الآن عبد الحميمي صعود رضا سليم، رضا سليم كيرفع كرة خطيرة جدا، ضربة راسية أنصار الجيش الملكي عليها أن تفتخر بأداء فريقها، عليها أن تفتخر بأداء فريقها، لأنه لحد الآن فريق الجيش الملكي أبان عن ردة فعل قوية خطيرة جدا من ميغري، ولكن استرجع جيد، خطأ فادح، أوه خطأ فادح، أوي 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 أوي. خطأ فادح جد مؤثر على فريق الجيش الملكي، هدف ثالث، الدفاع الحسني الجديد يقصو من خلال هذه الهجمة، لا يستحق فريق الجيش الملكي هذه النتيجة، أقولها وليس تنقيصا من أداء فريق الدفاع الحسني الجديد، ولكن مصوبة خطير يقلب موازين المباراة، اللاعب سايمون صوفا، وفرحة أنصار فريق الدفاع الحسني الجديد، فريق الجيش الملكي من خطأين يؤدي الثمن، قلتها مع بداية الجولة الثانية وحتى الجولة الأولى، قلت بأنه هذه المباراة الأخطاء ممنوعة، لأن هناك عناصر تريد أن تعود بالسرعة، قلت بأنه ما زالت زيادة ستكون في الأداء، وأتوقع بأن ينتفض فريق الجيش الملكي. شاهدوا الهجمة المضادة، خطيرة جدا، محاولة ممتازة لشان خروج بايو، وبايو يتدخل، إصابة الحارس، بايو كان مجبر على التدخل. هذه كرة القدم، يعني صراحة بالنسبة للاعبين يمكن أنك تأدي، خصوصا المدافعين تأدي مباراة قوية كبيرة، ولكن يمكن من خطأ. سنتابع الآن دقة لحظات عمر الجيراني، خطيرة جدا، ضربة راسية، ولكن تغيير خلال اللحظات، دخول هشام المساكي،
كبير وتابع الان راح ولي خطيره جدا واليوسفي يتدخل خطيره جدا راح لعماد قاد هذه الهجمه وكان خطير كيشاهد التغطيه التي كانت مميزه ومحمد اليوسفي سايمون صوبا مره اخرى لبلا مجري ماذا سيفعل وهي كره خطيره ممتازه في اتجاه المساكين هشام خطير جدا كاد ان يسجل اوي في هذه المحاوله والذي حاول ان يغالط الحارس باي وهي كانت محاوله خطيره جدا لاعب امل فريق الوداد البيضاوي ركنية تنفذ تدخل الهدهدي رايد سليم في اتجاه الفقير تمريرة ممتازة خطيرة الان هذه الاميمي وقردوم اي مباراة الثنائيات صدقوني بانها ستكون احدى اجمل مباريات التي مرت الى حدود هذه الجوله السادسه كورانيا خطيره جدا الجيش الملكي صاروا الى ان يساندوا زملائه توغلا العارضه يا سلام على مباراه من زمان لم نتابع مثل هذه المباراه الجيش الملكي مع الدفاع الحسني الجديدي شعور هجمة المرتدة الآن بنشاوي خطيرة جدا بنشاوي بلا مجري الآن يبحث عن كي يسدد ولكن بعيدة وفي الزاوية البعيدة كان أمامه هشام المساكي قلت شخصي قادم بقوة ممتاز الآن عماد راحولي كيرفع الكرة ولكن ضربة مرمى يمكن أقول بأنه فريق الدفاع الحسني الجديدي والفقيه يسدد ولكن بعيدة سدد ولكن بعيدة وتعود الآن مرة أخرى لضربة مرمى إذن أكيد بأنه خطأين لي أقول أخطاء لكي أكون منصفا كانت هناك أخطاء كثيرة دونكرا يهيئ الآن كرة خطيرة جدا أكردوم من أقدام اللاعب جنادو دونكرا هيئ وكله واجردوم يتدخل وينقذ مرمى من هدف حقيقي دوم اليوم مباراة الثنائيات واجردوم قدم لقاء كبير جدا عمي ميلان ريدا سليم خطيرة جدا عمي ميوراور الاول الثاني ولكن ريدا سليم جنادو الان يبحث حاول ان يمرر ولكن ما كانتش متابعه جيده وبالتالي الحكم السيد اليعقوبي يعلن عن نهايه هذه المباراه بالتفوق مستحق للفريق الجديد بواقع 3-1 لكن المباراه كانت قويه وجميله ما بين الطرفين هنيئا للفريق الجديد بهذه النتيجه وهنيئا كذلك فريق الجيش الملكي بالعرض وبالمسار التقدمي على مستوى اذا مشاهدينا الكرام اشكركم على حسن المتابعه واتمنى نلقاكم خلال منافسه قادمه ان شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم.